طب ما ممكن حد عايز سرعة العلاج فيلجأ للجراحة، مش عايز الأدوية، فبرضو عايزين نقول هل في مضاعفات للعملية الدوالي ولا ملهاش؟ لعملية الدوالي ولا للدوالي نفسها؟ لعملية الدوالي خاصتين يعني للعلاج، الطرق العلاجية بتاعتها حضرتك قلت من ضمنها الجراحة. طيب لو حد عايز يلجأ للجراحة، هل بعد العملية دي بيبقى فيه بالعكس، أعراض مضاعفات؟ لا بالعكس خالص، العملية تعتبر الحل الجذري للموضوع ده. عملية الدوالي زي أي عملية، لو اتعملت مظبوط خالص. أي عملية اتعملت غلط هيبقى ليها مشاكل. احنا بنتكلم على، هنفترض إن الشاب أو الراجل عمل الدوالي عند دكتور متخصص فاتعملت مظبوط، إذا ما فيهاش مشاكل فدي تعتبر حل جذري. لكن مش كل مريض عنده دوالي زي ما اتفقنا بنقول له لازم تعملها، ومش كل واحد برضه عنده دوالي بنقول له سيبها. يعني انا ما ينفعش راجل او شاب جاي لي عنده دوالي من درجه كبيره جدا وفيها ارتجاع على الخصيتين وممكن تؤدي الى تلف في الخصيه واقول له سيبها، ده مش صح. ليه؟ لان الدوالي من درجات كبيره جدا ممكن فعلا تؤدي الى ضمور في الخصيه، وساعات لو شاب او راجل عنده دوالي من درجه كبيره على الخصيه الشمال نبص لان حجم الخصيه الشمال اصغر من اليمين بشويه، طول المده في وجود دوالي بيأثر على الخصيه وحجمها. يبقى اذا برضه مش صح ان انا اشوف دوالي بدرجه كبيره جدا واتجاهلها. وحتى لو انا اخترت او المريض اختار انه مش عايز يعمل عمليه دلوقتي، بننصحه بالمتابعه المستمره انه على الاقل كل 6 شهور لازم يعيد تحليل سمنه ويعيد الاشعه. لو لقينا تحليل سمنه بيسوق او الاشعه درجه الدوالي بتزيد يبقى برضه لازم نلجا للجراحه. يبقى الشاب اللي احنا هنختار ان احنا مش هنعمله العمليه ده مش هنسيبه، لازم يتابع باستمرار. فبيجي واحد يقول يا دكتور بقى انا هقعد كل شويه اعمل اشعه واعمل تحليل واتابع، لا انا اعملها وخلاص، لان برضو رغبته تحترم طالما انا مش هضره وانا هفيده. فاذا في بعض الاحيان راي المريض يحترم، ففي امراض احنا او حالات مرضيه بناخد راي المريض. تحب ايه يا حبيبي؟ تحب تتابع ولا تعمل العمليه؟ في واحد يقول لا انا اتابع لما يبقى في مشكله اعملها، في واحد يقول لا انا اعملها واخلص. يبقى هنا راي المريض يحترم. ده طبعا ما ينفعش في كل الامراض، يعني في امراض ما ينفعش اخد راي المريض فيها، ولو خدته ممكن يمشيني في سكه غلط. يعني بعد الشر على كل الناس، بس تخيلي واحد عنده ورم مثلا، مش هينفع اقول له ايه رايك نعمل عمليه ولا ما نعملش. لا بنخيره في حاله ان الاختيارين ينفعوا. بالظبط، لكن في حاجات ما ينفعش ناخد راي المريض. فالدوالي من الحاجات برضو اللي ينفع ناخد راي المريض ما دام وجودها مش هيسبب له مشكله. لكن ما ينفعش يكون دوالي من درجه كبيره جدا وفيها ارتجاع واتجاهلها واقول له ما عندكش مشكله. تمام؟ وبرضو ما ينفعش درجه بسيطه من الدوالي واخد الشاب واقول له لا لازم تعمل عمليه بكره برضو. يعني كل حاجه طالما محطوطه في اطارها السليم بدون تهويل أو تهوين بتكون تمام كويس.